السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. أهلا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. وزارة الداخلية تمدد فترة استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية إلى 18 من الشهر الجاري. السلطنة تستعرض تجاربها في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. 30 قتيلا في غارات على الرقة السورية، والأمم المتحدة تفاوض روسيا لتمديد الهدنة الإنسانية بحلب. وفي أخبار الاقتصاد، إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية لشهر يوليو الماضي يتجاوز 31 مليون برميل. ومن أبرز الأخبار الرياضية، البرازيل بقيادة نيمار تنهي صيام مباراتين وتسجل رباعية في مرمى الدنمارك وتواصل الحلم الأولمبي. أعلنت وزارة الداخلية قرار تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية إلى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 11 من الشهر الحالي. وأكدت الوزارة أن على المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية ممن تتوافر فيهم شروط الترشح التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني بعد تعبئة الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة، مضيفة أنه لن يتم قبول أي طلبات للترشح بعد الموعد المحدد. استعرضت السلطنة تجربتها في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ضمن 9 تجارب عربية في سلسلة لقاءات التجارب الإدارية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وتشهد السلطنة تجربة رائدة في هذا المجال تتمثل في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على مختلف الخدمات. عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية لقاءها الأول ضمن سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة بمشاركة وفد من السلطنة. اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين 9 تجارب عربية ناجحة في استخدام التطبيقات الإلكترونية الحكومية في التعاملات اليومية. أول ملتقى لهذا العام بالنسبة للجامعة العربية والمنظمة التنمية الإدارية. الملتقى ده يهدف إلى أن الدول العربية تسهم بإنجازاتها في تكنولوجيا المعلومات حتى نستفيد جميعا من هذه الإسهامات والإنجازات. تجربة السلطنة الرائدة في مجال الخدمات الإلكترونية كانت موضع اهتمام من الحاضرين لدورها الفاعل في تنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع تقنيات المعلومات. طبعا جائزة السلطان قابوس لإجادة في الخدمات الحكومة الإلكترونية مهمتها الأساسية هو في إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي تكون قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال الحكومة الإلكترونية وفي مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، سواء كان مؤسسات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الحاضرون أكدوا أن الإدارة الإلكترونية تزيد من معدلات الشفافية والمساواة والسرعة في تقديم الخدمات. يذكر أن اللقاء تم بمشاركة من الأمم المتحدة ممثلة بالمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ومقره القاهرة. النجاح الذي حققته السلطنة في الخدمات الحكومية الإلكترونية جعل من تجربتها مثالا يحتذى به في التجارب الإدارية العربية المختلفة. من القاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. يدشن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد بمنطقة العرفان في شهر أكتوبر المقبل
أول معارضه التجارية باستضافته لمعرض البنية الأساسية. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الأعمال في قاعة المؤتمرات الضخمة والفنادق المصاحبة للمشروع في مرحلته الأولى. المرحلة الأولى من مدينة العرفان وعلى بعد 4 كيلومترات فقط من مطار مسقط الدولي، يظهر مركز عمان للمؤتمرات والمعارض كأول المباني الجاهزة بالمدينة. يتصل به فندق جي دبليو ماريوت من فئة 5 نجوم وفندق كراون بلازا من فئة 4 نجوم، يطلان على محمية للطيور النادرة والمهاجرة. 600 غرفة فندقية تضيفها هذه المشاريع لقطاع سياحة الأعمال في السلطنة، ويتوقع أن يشهد شهر أكتوبر المقبل أول المعارض التجارية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد. سيضم المركز مجمعا للأعمال ومركزا تجاريا مع مساحات واسعة تلائم إقامة الاجتماعات بقاعات كبيرة مجهزة لاستقبال مختلف الوفود والعارضين. وعلى صعيد المؤتمرات يجهز المركز بمسرحين يتسع أكبرها لأكثر من 3200 شخص، 5 صالات للعرض على مساحة أكثر من 22,000 متر مربع بأحدث التجهيزات والتحكم والمؤهلة لاحتضان شتى أنواع الفعاليات والمهرجانات الكبيرة، مع مراعاة استخدام الطاقة النظيفة والإضاءة الموفرة للطاقة. ويمكن دمج القاعتين الأولى والثانية بحيث تتسعان لحوالي 10,000 مقعد على نمط المسارح، مع توفر المطابخ والمطاعم لراحة الزائرين. المركز يضم كذلك 20 غرفة اجتماعات معدة لاستقبال الوفود حتى 360 فرد، وقاعتين للأفراح و10 أجنحة للضيافة وأجنحة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات، إلى جانب مواقف سيارات متعددة الطوابق تتسع لأكثر من 4,000 مركبة. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء غارات جوية للطيران الروسي استهدفت مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة الرقة ومحيطها. من ناحية أخرى، أشارت مصادر طبية إلى أن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم طفلان، في وقت تحدث فيه شهود عيان عن معاناة العديد من الأشخاص من صعوبات في التنفس بعد إلقاء براميل متفجرة مصحوبة بغاز يعتقد أنه سام على حي في مدينة حلب السورية. وفي جنيف، وتعقيبا على هجوم حلب، قال ستيفن ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن التحقيق جار لمعرفة مدى صحة تقارير تحدثت عن استخدام غاز الكلور في الهجوم، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت ذلك فإن الهجوم سيعيد جريمة حرب. هناك أدلة كثيرة على أن الهجوم حدث بالفعل، وفي حال تأكد استخدام الغاز في هذا الهجوم فسيكون ذلك بمثابة جريمة حرب. وفي الشأن السوري أيضا، أعلنت الأمم المتحدة أن روسيا أبدت استعدادها لمناقشة تمديد الهدنة الإنسانية التي اقترحتها من جانب واحد في حلب وحددتها ب3 ساعات يوميا. وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الهدنة الروسية غير كافية لتلبية احتياجات المدنيين في المدينة التي تشهد معارك عنيفة. وقال ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تلبية هذا الحجم من الاحتياجات يتطلب توفير ممرين و48 ساعة تقريبا لإدخال عدد كاف من الشاحنات. من جانبه، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا إلى أن تمديد الهدنة في حلب سيناقش خلال الاجتماع الذي تعقده المجموعة الدولية حول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لسوريا كل خميس برئاسة الروس والأمريكيين. 3 ساعات لا تكفي، عبرنا بوضوح عن وجهة نظرنا، وقال الروس أنهم على استعداد لمناقشة كيفية تحسين اقتراحهم الأصلي، كما أعربوا عن استعدادهم للحوار، وسنرى ما سيسفر عن ذلك.
في العراق ناقش مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك خطة أمريكية لتحرير الموصل من تنظيم داعش بمشاركة القوات العراقية. يأتي ذلك بالتزامن مع ترأس سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي أول جلسة له بعد ثبوت براءته من دعوى الفساد التي رفعها ضده وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي. في جمع هذا الكتاب كتاب عقب عاصفة الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي داخل قبة البرلمان والتي أدت إلى رفع الحصانة عن رئيس المجلس لاتهامه بالابتزاز، عاد سليم الجبوري ليترأس الجلسات النيابية إثر تبرئة ساحته قضائيا. جلسة اعتيادية تم تأجيل التصويت فيها على قناعة المجلس بأجوبة وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه إلى الأسبوع المقبل، في خطوة يسعى النواب من خلالها إلى تهدئة الأجواء السياسية المضطربة. مجلس النواب مستمر في أداء دوره الرقابي والتشريعي والاستجوابات مستمرة، ولن نكون أبدا تابعا لا للسلطة التنفيذية وأي سلطة أخرى، لذلك ستستمر الاستجوابات ونتمنى أن تكون كل هذه الاستجوابات استجوابات مهنية بعيدة عن الاستهداف والتسقيط السياسي. وبموازاة الأجواء السياسية المتشابكة وصل إلى بغداد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كريك ماكورغ حملا خططا داعمة وخطوات أمريكية فعلية على طريق مساعدة العراق في استعادة السيطرة على مدينة الموصل، إضافة إلى تعهدات أطلقها الجانب الأمريكي على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي لمحاربة داعش المقام ببغداد. نحن نحتاج إلى مزيد من التدريب، مزيد من التأهيل، خصوصا في معاركتنا مع داعش على الأرض، والآن نختمها بمعركة الموصل. نحتاج إلى مزيد من الغطاء الجوي لملاحقة داعش. عرفون داعش مو بس تقاتل على الأرض العراقية، تنتقل بين العراق وسوريا، نحتاج إلى دعم، ولهذا نحتاج إلى مزيد من دعم التحالف الدولي في هذا الإطار. نحن هيئنا الظروف المناسبة لتحرير مدينة الموصل، ونحن فقط ليس نركز على الجانب العسكري وإنما على الجانب الإنساني من أجل التأكيد على استعدادنا لاحتضان كل النازحين. المؤتمر كان فرصة عراقية لتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لمشاركة محققين دوليين بالتحقيق بملفات الفساد الكبرى التي تعصف بالمشهد العراقي. تسعى بغداد لزيادة الدعم الدولي تحضيرا لمعركة استعادة الموصل والتي على ما يبدو باتت قاب قوسين أو أدنى. لتلفزيون سلطنة عمان ناغم التميمي، بغداد. في فرنسا أتت حرائق غابات على أكثر من 2000 فدان من المساحات المزروعة بأشجار الصنوبر على مشارف مدينة مرسيليا الفرنسية. الحرائق التي وصفت بالأسوأ منذ نحو عقدين بثاني أكبر مدن فرنسا أجبرت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم والاستعانة بنحو 2500 إطفائي، إلى جانب طائرات من فرنسا وإيطاليا لمكافحة الحريق الذي ينتشر بسرعة 2500 مترا في الساعة مدعوما بقوة الرياح، مهددا بذلك مناطق ذات كثافة سكانية عالية شمال غرب مرسيليا. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. سحر الشرق يشدو في مسقط بلحن العود للمرة السابعة. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس. عمان، المحبة والوئام. وزارة
وزارة الداخلية تمدد فترة استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية إلى 18 من الشهر الجاري. السلطنة تستعرض تجاربها في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. ثلاثون قتيلاً في غارات على الرقة السورية، والأمم المتحدة تفاوض روسيا لتمديد الهدنة الإنسانية بحلب. مركز تعليم عماني للطاقة المتجددة مشروع يبحث عن فرصة لتبنيه، وهو من أفكار مجموعة من الشباب المبتكرين تم عرضه في مركز الاستكشاف العلمي بمحافظة شمال الشرقية. فبعد أسبوعين من الحلقات العلمية المكثفة في مجال الإلكترونيات والطاقة الشمسية لمئة شاب وشابة من المبتكرين، اختتم المركز دورته وسط حضور واسع من المهتمين. هؤلاء الطالبات ابتكرن مظلات شمسية تستخدم بوجه الخصوص مبدئيا في نيابة الأشخرة، ليكملن تعميمها لاحقا في شواطئ السلطنة كمشروع تخرج من هذه الدورة. كانت فكرة مشروعنا عبارة عن مظلة شمسية تعمل على تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية، وذلك باستخدامها في الأجهزة الحديثة والمستلزمات أو الخدمات الأخرى، ولكي نبدأ هذه الفكرة لكي نبدأ مشروعنا في نيابة الأشخرة، وبذلك نعممها على شواطئ عمان. أما هؤلاء الشباب ابتكروا مركزا تعليميا للطاقة الشمسية يهدف إلى بناء قاعدة تعليمية في الطاقة المتجددة كمشروع تخرج أيضا من هذه الدورة. مشروعنا هو عبارة عن مشروع مركز التعليم العماني للطاقة المتجددة. يأتي هذا المشروع بناء على الطلب العالمي للحاجة لثقافة الطاقة المتجددة، فنحن هذا المشروع نحاول أن نوفر المختبرات التي نقوم في بها نقوم بوضعها في هذا المركز، بحيث أنها تلبي الطاقة المتجددة من طاقة الرياح، طاقة الشمسية، طاقة الأمواج، طاقة المياه. ومحطة انتظار الحافلات المكيفة تعمل على الطاقة الشمسية أيضا، كانت ضمن المشاريع لإحدى المجموعات المشاركة، وقد أطلق عليها محطة الانتظار الاقتصادية. هذه المحطة هي مزودة بالطاقة الشمسية عن طريق 6 خلايا، داخل المحطة نجد مجموعة من الكراسي المريحة، أيضا يوجد بها مكيفات للتبريد الهواء، أيضا في المحطة يوجد لدينا ثلاجة للماء وعدة شواحن. الدورة هذه تناولت في مجملها أساسيات الطاقة الشمسية وما تتطلبه من مستلزمات ومهارات في الطاقة المتجددة وكيفية استخدامها في الدائرة الكهربائية. هذه الدورة استمرت 5 أيام متتالية، ومع اختتامها هذا فقد اطلع هؤلاء الطلبة على آخر ما توصلت إليه العلوم في الطاقة الشمسية المتجددة. إبراهيم بن سالم الهادي من مركز الاستكشاف العلمي بولاية إبرا بمحافظة شمال الشرقية. لاستغلال وقت الطلبة في الإجازة الصيفية وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع والبلدية، تواصل بلدية بدبد تنظيم ملتقى تعليمي تثقيفي تحت شعار ملتقى أحباب البلدية الرابع. الملتقى تضمن حلقات عمل في السلامة المرورية وعلم الفلك وفن الديكوباج، إضافة إلى استكشاف الذات ونادي الإلكترونيات والإبداع في الرياضيات. وخلال الملتقى تم تقديم محاضرات توعوية حول تنمية السلوكيات والاتجاهات الإيجابية للمحافظة على منجزات التنمية وموارد المياه، وتعريف الفرد بأهمية القوانين والتشريعات الصحية ودورها في ضمان السلامة الصحية. سحر الشرق السابع حفل نظمته الجمعية العمانية لهواة العود لأعضائها المجيدين في نادي الواحات بمسقط. الحفل تضمن عرضا فنيا مبهرا استعرض فيه العازفون ألحانا أمتعت دائقة الحضور بسحر الموسيقى.
مقطوعات شرقية وعربية وأجنبية وأكاديمية في عزف مشترك بسحر الشرق مع عدد من الفنون التراثية العمانية وبمصاحبة أعمال خليجية. سحر الشرق هي فرصة للشباب لتقديم تجاربهم الموسيقية وعطائهم الفني وما تعلموه من خلال تواصلهم مع الشباب، تواصلهم مع الجمعية، تجاربهم مع ورش العمل، مع العازفين، مع الموسيقيين الكبار سواء داخل أو خارج السلطنة من خلال فعاليات الجمعية. مواهب واعدة لمستقبل مشرق في العزف على العود بدأت منذ الصغر، فاكتسبت بالممارسة والتدريب مهارات فنية. المشاركون بالحفل نسجوا خلاصة تجاربهم في مشاركات داخل السلطنة وخارجها، حصلوا منها على جوائز محلية ودولية، ولجمعية هواة العود الدور الفاعل في ذلك. يوسف الويهي أول عازف آلة عود عماني يعزف بصحبة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية. هذا تراثنا ولابد أن نحييه بأي نوع من كان، يعني ممكن أن نضيف فيه شيء، ممكن أن نخليه مثل ما هو، ولكن أنت عارف من جيل لجيل يختلف كل شيء، فكل ما تطور شيء ممكن أن نضيف في تراثنا يعطي ذوق ثاني مختلف عن الماضي. أمل وقار فقد بدأت تعلم العزف على آلة العود في سن 15، فاكتسبت وطورت مهاراتها وبدأت تمزج في تأليفها الموسيقي بين الشرق والغرب. حفل سحر الشرق هذا يعتبر فرصة ذهبية للموسيقيين خاصة المبتدئين منهم، وذلك لتواصلهم مع المختصين في مجال الموسيقى والأوركسترا والذين يعزفون باحترافية عالية. تعرف هذه الموسيقى العمانيين بمختلف الألوان الفنية، كما إنها تشجعهم لحضور الفعاليات وتذوق الحفلات الغنائية. عزف على مجموعة من المؤلفات الموسيقية نتيجة خبرات تراكمية لمشوار مع آلة العود أثمرت عطاء الإجادة. ألوان فنية عزفت بأوتار من الجودة في المستوى والأداء أظهرت الموهبة في التأليف والتلحين وأمتعت ذائقة الحضور بسحر الموسيقى. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميلة شعثاء البريكية. شعثاء، إليكي. شكرا لك خالد. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. كشفت وزارة النفط والغاز أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية لشهر يوليو الماضي بلغ 31,145,885 برميلا، أي بمعدل يومي بلغ 1,011,125 برميل. وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى أن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يوليو الماضي سجل 26,141 برميل. وارتفعت الصادرات العمانية من النفط الخام المتوجهة لجمهورية الصين بنسبة 88% من حجم الصادرات النفطية، فيما ارتفعت بشكل طفيف صادرات النفط الخام إلى كوريا الجنوبية واليابان ورومانيا. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم 96 سنتا مقارنة بسعره يوم أمس. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان سجل 41 دولارا للبرميل، كما بلغ معدل سعر النفط العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل 43 دولارا و40 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك 3.20 دولار سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الجاري. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا
تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. استمتعي بألذ الأطباق مع لبنة الصفوة الفاخرة. أهلا بكم من جديد. توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسعى القاهرة منذ عام 2011 لإنعاش اقتصادها بعد عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. انتهت النشرة الاقتصادية وعودة للزملاء. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. يتسم جبل شمس بمناخه المعتدل خلال فترة الصيف، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة خلال الفترة المسائية. وباعتباره على قمة في السلطنة، يمثل هذا الجبل وجهة سياحية للعائلات وهواة الرحلات للاستمتاع بالأجواء المعتدلة. يتسم جبل شمس بطبيعته الجبلية الشامخة على ارتفاع يفوق 3000 متر، معادلا حوالي 12,000 قدم عن سطح البحر، ما يجعله أعلى قمة في السلطنة. هذه القمة هي سر التسمية بجبل شمس، حيث أنها أول نقطة تشرق عليها الشمس، كما أن هذا الارتفاع الشاهق جعل من المناخ ذا رونق يختلف عن الأماكن الأخرى. المكان صراحة جميل وهادي، الجو فيه جميل، الحرارة فيه منخفضة، والناس اللي فيه رايقة، يعني شيء جميل حقيقة. وايد عجبني، يعني ما توقعت انه راح يكون كذي. سمعت عنه اشياء بس بالحقيقة يعني وايد احلى الصراحة. حبيت المكان، حتى رحنا كذا مكان، مسقط والحين جبل شمس، وايد حبيتها، يعني كل مكان غير. وفي فصل الصيف يقصد الزائرين المكان نظرا لاعتدال درجة الحرارة فيه، فتتراوح في ساعات النهار في العشرينيات وتنخفض إلى ما دون 20 درجة في ساعات الليل. مكان جميل جدا، ممكن الطلوع على الجبل شوية صعب، بصراحة يستحق، لأن خصوصا بوقت الصيف مكان يعني في المناطق تحت شوية تكون حر، بس هنا صراحة الجو فظيع وحتى الطبيعة بشكل عام جميلة جدا. السالك لطريق الصعود إلى جبل شمس يلاحظ التكوينات الصخرية المختلفة، وكذلك نمو النباتات الجبلية على سفوحه، وما أن يصل الزائر إلى قمة الجبل حتى يتنفس عليل الهدوء والنسمات الباردة، ليصبح المكان وجهة للعائلات وهواة الرحلات للاستكشاف والاستمتاع بمكنونات المكان. اليوم جيت مع ربعي عشان هم لهم زيارة لهذا المكان لأول مرة،
واستمتعوا وقضينا الحمد لله يوم جميل جدا وهذا الجو والناس والفرحة وكذا. وبين سفوح هذا الجبل يكون الوقوف على هذا الفالق الصخري الذي يعتبر من أكبر الفوالق في العالم باعثا للتأمل. الطبيعة الجبلية البكر تزينها درجات الحرارة المعتدلة نهارا والمنخفضة ليلا، تجعل المكان مقصدا للزائرين ومحطة استرخاء لهم. من جبل شمس بولاية الحمراء في محافظة الداخلية، موسى بن جعفر اللواتي. والآن مزون تصحبكم في جولة رياضية. مساء الخير. مساء الخير. تفضل. أهلا بكم مشاهدينا. ضمن الفعاليات الرياضية بمهرجان صلالة السياحي لهذا العام، انطلقت يوم أمس منافسات بطولة كأس مهرجان صلالة السياحي لكرة القدم، حيث دشنت البطولة أولى مبارياتها بلقاء جمع منتخب الشباب ونادي النصر، وتقام مباريات البطولة على مجمع صلالة الرياضي بعوقد. ضمن الفعاليات الرياضية بمهرجان صلالة السياحي لهذا العام، انطلقت منافسات بطولة كأس المهرجان لكرة القدم في نسختها 18 بمشاركة أندية محافظة ظفار، وهي النصر وظفار وصلالة ومرباط والاتحاد، بالإضافة إلى منتخب الشباب. هذه البطولة تعتبر 18 الحمد لله، وهي الحمد لله على استمرارها. وبدينا اليوم اول بدايه البطوله في 10/8 بين منتخب الشباب السلطنه ونادي النصر، والحمد لله يعني بدايتنا موفقه. اولى مباريات هذه البطوله جمعت بين نادي النصر ومنتخب الشباب، والتي ادى الفريقين مباراه جميله وقدم اللاعبين اداء رائعا، وانتهت المباراه الاولى بفوز نادي النصر بهدفين دون مقابل. البطولة هي مباريات، وهذه مباراة تعرف مباراة بالنسبة لنا مهمة جدا، لأنه أول تجمع لنا وأول مباراة رسمية يعني كتجربة للمجموعة هذه. الأهداف منها أن نشوف اللاعبين، نشوف إمكانياتهم قدراتهم. والله مباراة كانت جيدة، يعني بطولة الخريف بطولة استعدادية يعني، ويعني منتخب الشباب منتخب جيد ومنتخب يحترم، والحمد لله احنا وجينا نشكر اللاعبين على الفوز. كانت مباراه جيده امام نادي النصر، فما حالفنا الحظ هزمنا، فنسال الله التوفيق في المباريات القادمه ان شاء الله. بدأ عداء السلطنة بركات الحارثي المشارك في سباق 100 متر بأولمبياد ريو دي جانيرو تدريباته اليومية بشكل خفيف جدا وتحت المطار الغزير الذي حرمه من التدريب بشكل جيد. وكان بركات الحارثي قد تأهل مباشرة إلى الألعاب الأولمبية، وذلك بإحرازه الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو ببطولة العالم العسكرية والتي أقيمت بكوريا الجنوبية أواخر العام الماضي، وتحقيقه الرقم المؤهل للأولمبياد. وإلى الأخبار العالمية، حيث قاد ليونيل ميسي برشلونة للانتصار على سامبادوريا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في بطولة كأس خوان غامبور التي ينظمها الفريق الإسباني كل عام تخليدا لرئيسه السابق. الهدف الأول جاء عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 6 بعد تمريرة رائعة من ميسي، ثم أضاف ميسي الهدفين الثاني والثالث للفريق الكتالوني، بينما سجل هدفي الفريق الإيطالي اللاعب لويس موريلا في الدقيقة 23 وأنتي بودمير في الدقيقة 77. وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لبرشلونة قبل مباراة السوبر الإسباني أمام إشبيليا في ذهاب السوبر الإسباني يوم الأربعاء المقبل.
وفي خبر آخر، حيث توقع مدرب نادي ليستر سيتي كلاوديو رانيري أن يبقى نجمه رياض محرز في صفوف حامل اللقب، وذلك في حفل تدشين الموسم الجديد للدوري الإنجليزي. وكان محرز قد رفض عرض ليستر من أجل التوقيع على عقد جديد براتب أسبوعي يصل ل 80,000 جنيه استرليني ليرتبط بالانتقال إلى أرسنال، وسط أنباء عن تقديم المدفعجية عرضا ب 30 مليون جنيه استرليني. من جانب آخر، ناشد رانيري لاعبيه أن يتجاهلوا ما حدث في الموسم الماضي، مؤكدا أن الهدف هو إنهاء الموسم الجديد برصيد 40 نقطة على الأقل في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز. تأهل منتخب البرازيل للدور الربع النهائي ضمن نهائيات كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو، وذلك بعد تغلبه على منتخب الدنمارك بأربعة أهداف دون مقابل. وسجل أهداف البرازيل جابرييل باربوسا هدفين، وخيسوس هدفا، ولوان هدفا في اللقاء الذي أقيم على ملعب أرينا فونتينوفا، ليواصل مشواره بحثا عن الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى له في الألعاب. وسيقابل منتخب البرازيل في الدور الربع النهائي نظيره الكولومبي يوم السبت المقبل في مدينة ساو باولو. فقد المنتخب الأولمبي العراقي فرصة التأهل إلى دور الربع النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد ريو 2016 بعد أن اكتفى بالتعادل بهدف لهدف أمام جنوب أفريقيا. وفشل المنتخب العراقي بذلك من تكرار إنجاز مشاركته الأولى عام 1996 حين بلغ الربع النهائي، وعام 2004 حين وصل إلى النصف النهائي، وضيع العراقيون العديد من الفرص السانحة للتهديف رغم السيطرة شبه التامة على مدار شوطي المباراة، يودع ممثلا العرب منافسات كرة القدم بعد أن خرج المنتخب الجزائري من دور المجموعات أيضا. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية، وعودة إلى الزملاء. يرى بعض النقاد الفنيين أن الموسيقى التصويرية التي تصاحب الأفلام والمسلسلات تمثل فعليا نصف الصورة، ولها حضورها وأهميتها وانعكاساتها على النفس. لذلك عكف منتجو مسلسل صراع الملوك على إبراز أهمية الموسيقى التصويرية للمسلسل حتى تكون في صف الروائع الموسيقية التي تعزفها فرق الأوركسترا على مختلف المسارح ودور الأوبرا. مهما بلغ جمال الحبكة في أي قصة، ومهما أبدع الممثلون في ترديد كلماتها، فإن الموسيقى هي اللغة التي تستغني عن كل الكلمات حتى تؤثر في النفوس وتأخذها إلى داخل الحكايات، مرتحلة معها في عوالم مختلفة. وفي جادة الغروب بهوليوود، يسير أفراد الموكب عازفين الموسيقى التصويرية للسلسلة الشهيرة صراع الملوك. وفي جانب آخر، تستعد فرقة أوركسترا بقيادة رامين ديغوادي لعزف هذه الموسيقى لتزاحم بذلك بقية المقطوعات الشهيرة التي تستمتع كل فرقة أوركسترا بعزفها. هي تجربة غامرة، ستكون لدينا فرقة أوركسترا كاملة بمختلف الآلات الموسيقية. قصة المسلسل تزداد تأثيرا والممثلون يتقدمون، فكان لابد من الموسيقى التصويرية للمسلسل أن تجد لها مكانا عاليا أيضا عبر الأوركسترا. بعد وصول كافة التفاصيل إلى قمة نجاحاتها من قصة وممثلين وموسيقى، فقد آن الأوان للناجحين بأن يطووا خيمتهم. لذا أعلن منتجو هذا الفيلم بأن يكون الموسم الثامن آخر حلقة في سلسلة صراع الملوك، التي تقع أحداثها في قارتين خياليتين، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة، مبرزة بذلك بعض الصور الإنسانية المتكررة عبر التاريخ. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تمدد فترة استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية إلى 18 من الشهر الجاري. السلطنة تستعرض تجاربها في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.
30 قتيلا في غارات على الرقة السورية، والأمم المتحدة تفاوض روسيا لتمديد الهدنة الإنسانية بحلب. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل هنا في مركز الأخبار، شكرا لكم، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا مع أحوال الطقس. استمر نشاط السحب المحلية في فترات المساء على المناطق الجبلية لجبال الحجر هذا اليوم أيضا، مع ساعات الأولى من ظهيرة هذا اليوم تشكلت السحب المحلية بشكل جيد وانتشرت بشكل واسع على مناطق جبال الحجر عموما، وكذلك امتدت لاحقا وتوسعت رقعات السحب نحو المناطق المجاورة لجبال الحجر. الأمطار كانت حاضرة بشكل متفرق ومتفاوت في الغزارة، بلغت غزيرة أحيانا لا سيما على رؤوس الجبال وكذلك بعض المناطق الواقعة غرب جبال الحجر، وأيضا هناك في ولاية رستاق شرق جبال الحجر كانت بعض الأمطار الغزيرة حاضرة أحيانا. تواجد السحب حاضر كذلك مثل ما نشاهد هنا في أجواء محافظة الوسطى وظفار مع بعض الأمطار المتفرقة، وتبقى أيضا حاليا بعض السحب حاضرة هناك مع فرص أيضا مستمرة للأمطار المتفرقة أحيانا، وانتشار السحب أيضا مستمر على سواحل محافظة أو سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. من المحتمل غدا أيضا أن تنشط السحب المحلية مع فترات المساء بشكل جيد، وأيضا فرص الأمطار متوقعة قد تكون غزيرة أحيانا، وقد تصاحبها الرياح النشطة الهابطة المثيرة أحيانا للعوالق الترابية والغبار، وكذلك فرص الأمطار محتملة في صحاري محافظتي الوسطى وظفار، وقد تكون كذلك غزيرة أحيانا، وإنما وجدت أيضا بعض الخلايا الرعدية قد تكون الرياح النشطة الهابطة حاضرة مثيرة للعوالق الترابية في المناطق المكشوفة من هاتين المحافظتين. نتابع تفاصيل أجواء النهار القادم، ولكن كالعادة نبقى مع معلومة اليوم. إذا توقف الحمل الحراري وصعود التيارات السطحية الدافئة، فإن متوسط درجة حرارة الأرض من شأنها أن تزيد بما يقدر بعشر درجات مئوية. ويعرف أيضا الحمل الحراري بالتبادل الحراري أو الانتقال الحراري بين أيضا السطح وطبقات الجو العليا. مباشرة لتفاصيل الأجواء للنهار القادم، وبداية مع حركة الرياح. تستمر الرياح الموسمية نشطة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، جنوبية لجنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 20 إلى 35 عقدة، في حين تهب رياح جنوبية على جو محافظة ظفار أيضا نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وبالتالي يبقى البحر هائج الموج ويصل أقصى ارتفاعا له 4 أمتار مع رطوبة نسبية تصل إلى 95%. في حين تستمر الرياح الجنوبية لجنوبية الشرقية بالهبوب على سواحل محافظة مسندم بين 10 إلى 15 عقدة، والبحر غدا هادئ إلى متوسط موج يصل أقصى ارتفاعا له متر ونصف المتر. أما على سواحل بحر عمان فالرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد، والبحر هادئ الموج يصل أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر مع رطوبة نسبية تتراوح بين 50 إلى 90%.